السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مندي الشيش طاووق بطريقة تحفة، طعمه لذيذ جدا. نشوف المقادير والخطوات مع بعض. مقادير التتبيلة: عندي هنا ربع كوباية من اللبن الرايب أو الزبادي، هحط عليهم معلقة صغيرة من الخل، هحط عصير نص ليمونة، البهارات بتاعتي عندي هنا بابريكا، عندي رشة من الكبابة الصيني، ثوم بودر، بصل بودر، جنزبيل، رشة من الكركم، رشة من الكزبرة الجافة، فلفل أسمر، رشة من الزعتر. هحطهم بقى كده كلهم، هحط معلقة صغيرة من الملح، هحط معلقة كبيرة من الزيت. بعد كده هدخل كل مكونات التتبيلة دي كويس مع بعضها. بعد كده هنزل بقطع الفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها، هقلبها كويس في التتبيلة. بعد كده هدخلها التلاجة مش اقل من ساعتين، ويفضل طبعا قبلها بيوم. هنا كمية البهارات اللي انا مستخدماها على قد الكمية بتاعتي، لان الكمية عندي بسيطة. البهارات بقى انت بتضعفيها، والملح على حسب كمية الفراخ اللي انت بتعمليها. بعد كده هنشيش مع بعض الفراخ. هجيب عندي هنا فلفل احمر واخضر، او تحط عندك طماطم او بصل زي ما انت حابة. وهجيب عندي الاعواد بتاعتي، بكون الاول نقعها في مية لمدة ساعتين. هدخل بقى كده عندي الفلفل، واخد قطعة من الفراخ، قطعة من الفلفل، فلفل احمر، بشيشها كده بالشكل ده. هنعمل مع بعض الرز بتاع المندي. هجيب هنا حلة هحط فيها معلقتين من الزيت. بعد كده هنزل ببصلاية كبيرة اكون مقطعاها خشن بالشكل ده كده. بعد كده هحمرها لحد ما تاخد معايا اول لون في اللون الذهبي. اول ما البصل بياخد معايا لون ذهبي فاتح بالشكل ده، بعد كده هنزل عندي بعود من القرفة. البهارات بتاعتي عندي هنا كركم، فلفل اسمر، كزبره جافه، ثوم بودر، قرنفل بودر، عندي قرفه، عندي رشه صغيره من الكمون هنزل بهم كده، وهنزل بطماطمايه كبيره مبشوره، وهنزل بالرز اللي انا غسلته كويس. هظبط الملح بتاعي بقى، هحط هنا معلقتين صغيرين من الملح على الكميه دي، المعلقه الصغيره دي. الملح بقى بتظبطيه على حسب الكمية بتاعتك والبهارات طبعا. بعد كده هنزل عندي بمية مغلية او لو مرقة لو موجودة. الرز البسمتي الكوباية بتاخد كوبايتين من المية او المرقة. بعد كده هحطها على النار تاخد معايا غلة واحدة بس. بعد كده بقى هجيب الطاجن وهنزل بالرز كده، واحط له كده شويه زبيب واقلبه معاهم. بعد كده بقى اجيب الطاووق بتاعي الفراخ واحطها هنا كده. بعد كده بقى بدخله في الفرن من تحت، وبفتح عليه الشوايه. الفراخ مش هتاخد معايا اي سوا خالص. ده الرز بتاعي والشيش بعد ما استوى معايا بالشكل ده كده. تقدروا تقدميه كده، انا هحط له قطعه من الفحم والرز معايا مستوي بالشكل ده كده. هجيب بقى طبق واحطه هنا كده، وهجيب قطعة من الفحم اكون مسخناها كويس جدا، وهنزل عندي بمعلقة من الزيت، واحط بقى الشيش كده اهو، واغطيه بغطا كده. جربيه وان شاء الله يعجبك جدا، وبألف هنا.